اون تايم سبورت في كل مكان من ملعب بترو سبورت، فرحه كبيره لكل جماهير الاتحاد السكندري وفرحه كبيره للجهاز الفني ولاعبي نادي الاتحاد بفوز مهم وثلاث نقاط بتعود بنادي الاتحاد الى طريق الانتصارات في الدقيقه الاخيره على متصدر الدوري نادي انبي. ومعانا مجموعه من لاعبي نادي الاتحاد السكندري اللي تالقوا بشكل كبير جدا في المباراه، معانا خالد الغندور وعمر صالح ومحمود شبانه، بالتاكيد هنحتفل معاهم ومع جماهير الاتحاد السكندري اللي بتشوفنا عبر شاشه اون تايم سبورت. خالد كابتن الفريق برحب بيك اون تايم سبورتس، بالتاكيد فوز غالي جدا، كلمني النهارده عن المباراه واجواءها. حبيبي شكرا، الحمد لله ماتش صعب، كنا بنلعب اول الدوري، احنا اول ما نزلنا الماتش عايزين ان احنا نقرب في المربع الذهبي ما نطلعش منه، واحنا الحمد لله يعني الباد لك الماتشين اللي فاتوا كنا كسبانين ومتقدمين وبعدين نتعادل في الاخر، فالنهارده الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وتعبنا الفتره اللي فاتت، واحنا بنهدي الفوز ده للجمهور والرئيس محمد مصلح الحمد لله. بالتاكيد انت ككابتن فريق كنت حريص ان انتوا تصالحوا الجمهور الاتحاد النهارده اللي حضر باعداد قليله، بالتاكيد لما هترجعوا اسكندريه الجمهور هيرجع بقوه مره ثانيه للمدرجات عشان يساند زعيم الصغر. اكيد طبعا، الجمهور ده رقم واحد عندنا، يعني احنا ما بننزل الملعب وهو بيساندنا، كل اللعيبه ما شاء الله بتكون كويسه والحمد لله اللي احنا فزنا وهدنا لهم الفوز الحمد لله ان شاء الله. شكرا يا خالد. عمر صالح برحب بيك في تايم سبورتس، كلمني بقى النهارده عن المباراه، بالتاكيد كان في تعليمات خاصه من كابتن طارق العشري ليكم بتهدئه المساحات على لعيب انبي النهارده. اولا الحمد لله على المكسب، ماتش كان صعب جدا، فريقين بفرقه كبيره ماشيه كويس واول دوري وبيلعبوا بطريقه صعبه، فكابتن طارق كان حفظنا الطريقه قبل ما ننزل الماتش ونقفل عليهم كويس، والحمد لله قدرنا نعمل كده والحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب في اخر دقيقه عوض تعبنا يعني الحمد لله. كلمني بقى عن سبب تذبذب النتائج في الفتره الاخيره، والنهارده الاتحاد السكندري بيعود مره اخرى لطريق الانتصارات، اكيد في اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول حصلت بعض التعليمات من الجهاز الفني ان انتوا لازم ترجعوا مره ثانيه ان انتوا تفرحوا جمهور الاتحاد. اكيد طبعا، بس احنا الحمد لله الماتشات اللي فاتت حتى لما كان بيبقى في تذبذب في النتائج بس كنا بنعمل اللي علينا وكنا كويسين، بس هي كان في بدلك معانا، بس الحمد لله يعني ربنا ادانا على قد تعبنا وقدرنا النهارده نكسب فريق كبير ونقدر نصالح الجماهير والحمد لله على المكسب ان شاء الله اللي جاي. بشكرك وبالتوفيق في اللي جاي. الف شكر. تسلم. اعزائي المشاهدين، معانا واحد من نجوم الدفاع في الاتحاد السكندري، واحد من ابرز المدافعين في الدوري المصري، محمود شبانه، برحب بيك في اون تايم سبورتس. بالتاكيد واضح كده ان في هارموني ما بينك وما بين الاتحاد السكندري وده ظاهر من خلال تالقك في الملعب. لا والله الحمد لله، الحمد لله على المكسب النهارده، طبعا شايف الفرحه حلوه جدا، واحنا استعدنا الماتش بشكل كويس جدا، لعب النهارده انبي اول الدوري. بالنسبه لنا الحمد لله، يعني يمكن كابتن طارق الحمد لله انا كنت اشتغلت معاه في سموحه واشتغلت معاه والسنه دي موجود معاه في الاتحاد، وانا كمان كنت موجود هنا في الاتحاد قبل كده، فالحمد لله يعني الواحد مركز وبيشتغل والواحد بيعمل اللي عليه، لكن النهارده المكسب يعني الجمهور بصراحه محتاج ان هو يفرح، يمكن الماتشين اللي فاتوا احنا كنا مش كان زعلان جدا في ماتش البنك الاهلي. هو يعني على فكره احنا في ماتش البنك الاهلي وصلنا وضيعنا، لكن يعني مش ماشيه، ما كانتش ماشيه معانا في اليوم ده، لكن الاهم ان احنا ما خسرناش، الاهم احنا خدنا بونت، والبونت انت شايف الدوري صعب جدا السنه دي، البونت بيفرق معانا جدا، يعني احنا الحمد لله احنا ماشيين باستراتيجيه مع الكابتن، ما تخسرش، البونت بيفرق معانا جدا، والحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس جدا، اللعيبه كلها رجاله واللعيبه كلها مركزه، والحاج محمد دايما معانا وفي ظهرنا وبيدعمنا ودايما بيتكلم معانا بطريقه ايجابيه، والكابتن على طول كل فرقه قبل ما نلعبها بنحضر محمد مصلحي كمان من رؤساء الانديه اللي دايما بيكون عنده طموح كبير بيتناسب مع يعني انه نادي الاتحاد نادي كبير وجمهوره جمهور عظيم ودايما متعطش انه يكون موجود في المربع الذهبي في الدوري الممتاز. والله هو مش متاخر على السنه دي باي حاجه خالص، في ظهرنا دايما، حتى احنا لو في تعادل في خساره بيبقى موجود دايما معانا وبيدعمنا دايما بطريقه ايجابيه، بيتكلم معانا دايما ان احنا اللعيبه كلها كويسه واللعيبه كلها على الاقل احنا بنعمل اللي علينا والنتيجه دي بتاعت ربنا، بنبذل مجهود ولكن النتيجه اكيد مكتوبه، والحمد لله اللعيبه كلها انت شايف النهارده كلنا بنحب بعض، اللعيبه كلها قريبه من بعض، اللعيبه كلها كبيره واللعيبه كلها محترمه، الحمد لله يعني اهم حاجه ان احنا نستمر الفتره الجايه ونحافظ على التعب اللي احنا بنتعبه ده نحافظ عليه، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن واحسن ان شاء الله. شبانه اخيرا عاوز اسالك سؤال، وعارف ان انت صريح، هل خروجك من نادي الزمالك هو نادي كبير الى نادي الاتحاد السكندري هو نادي كبير برضه اداك دافع قوي ان انت تثبت ان محمود شبانه مدافع وواحد من ابرز المدافعين في الدوري المصري، اداك دافع اقوى انك تواصل التالق في الملعب؟
والله يعني اكيد اكيد نادي الزمالك، انا كنت موجود في فتره حصل فيها وقف قيد كذا مره، فكان في سوء توفيق في ان انا ابقى موجود، لكن انا بيني وبين نفسي يعني خدتش فرصه كامله. يعني انا بيني وبين نفسي انا يعني قعدت اتكلمت وقعدت مع نفسي وقعدت مع والدي، يعني والدي الحمد لله باخد دايما برايه في اي حاجه. الحمد لله ان انا اهم حاجه ان انا ابقى موجود في الملعب والعب وارجع من تاني، والحمد لله من خلال الاتحاد بوابه كبيره ونادي طبعا انا عامل لي اضافه بالنسبه يكبر اسمك، فالحمد لله بتمنى ان شاء الله الواحد يستمر الفتره الجايه بنفس الاداء، ونتائج اكيد تفرق معنا جدا، فبتمنى الفتره الجايه ان ربنا يوفقني واستمر بشكل كويس ان شاء الله. بشكرك يا شبانه وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. حبيبي شكرا شكرا, شكرا حبيبي. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقائنا مع مجموعه من لاعبي نادي الاتحاد السكندري، بالتاكيد شاركناهم الفرحه النهارده بثلاث نقاط مهمه جدا في الدقيقه الاخيره على متصدر الدوري فريق انبي على ملعبه وفي عقر داره هنا في استاد بتروسبورت. بالتاكيد العوده مره اخرى للاستوديو التحليلي والكابتن